طيب يا اولاد، احنا النهارده خدنا بوينت بالنسبه للواجب وبالنسبه للاختبار، جاوبت كويس. دلوقتي بقى وقت الاسئله عشان نزود البوينت بتاعتنا. بالنسبه لناس نقصت مثلا في الامتحان، هيزودوا بقى بوينت من خلال ايه؟ من خلال الاسئله. قولوا لي كل واحد هيجاوب على السؤال ده، انا مش هقول لكم صح ولا غلط غير في الاخر. ايه هي الاحتياجات الاساسيه للنبات؟ النبات، ايه هي الاحتياجات الاساسيه؟ طب ماشي، انت حابه تبداي؟ ابداي ابداي الاول يا رودينا. الأساسية جذور، ضوء الشمس، الضوء والهواء والهواء والغذاء. الغذاء، برافو. يعني دي الحاجات اللي هو بيحتاجها عشان يقدر يعيش. طب حد شايف ده غلط ولا صح؟ تعرفوا تقولوا كده صح؟ متأكدين؟ طب قولوا لي كده كل واحد ده عبارة عن ايه؟ ايه الاحتياجات الأساسية تانية يا مهاب؟ الشمس، الهواء، الماء، الغذاء. طب وانت يا ياسر ايه رأيك؟ صح؟ متأكد؟ واثق؟ يعني هما كلامهم صح، هتمشي وراهم؟ لا. انت ايه رأيك؟ لا. لا؟ طب ليه؟ قوليلي. انا قلت صح. انت قلت صح، اللي هما الماء والهواء والغذاء والتربة. لا، التربة غير أساسية. التربة من العناصر غير أساسية. ماشي. طب معدل نمو النبات في التربة أسرع ولا معدل نموه في المنشفة المبتلة؟ المنشفة المبتلة. منشفة مبتلة؟ منشفة مبتلة؟ برضو؟ برضو؟ كلكم غلط. معدل نموه أسرع في التربة. معدل نمو النبات اسرع في التربه. طب ماشي، بالنسبه لاول سؤال انتوا كلكم هتاخدوا البوينت لانكم كلكم جاوبتوا عليه. بالنسبه بقى للمنشفه المبتله اللي انتوا جاوبتوا عليها ده، فكلكم مش هتاخدوا النقطه عشان ما تنسوهاش. تمام. طب قولوا لي بالنسبه للامثله، مثال على الاشجار المتسلقه بالنسبة لنبات متسلق، زي ايه نبات المتسلق؟ اقعد تاني. العنب. العنب صح؟ العنب؟ العنب. يبقى قلنا دلوقتي المثال عن النبات المتسلق، قلتولي ايه؟ العنب. لا مش العنب، انا قلت العنب. طب كل واحد يقول كده نشوف مين اللي صح. انت بتقولي عنب؟ 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 انا لسه حلها بالسؤال، هو العنب. ها تمام؟ تمام، برافو. يبقى اللي جاوبوا العنب هما اللي صح. دلوقتي بقى مع جميع الأسئلة سقفوا لنفسكم.